الهدف مرصود والرشاش جاهز، الهدف مرصود والرشاش جاهز، حضروا الاكفان ودوا هالجنايز، حضروا الاكفان ودوا هالجنايز. احنا لما بنحكي عن الاردن بنحكي عن فلسطين، ولما بنحكي عن قيادة الاردن بنحكي عن قيادة فلسطين، يعني عملة بنفس الوجهين. احنا الشعب الأردني، احنا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني يمكن الناس بتعرف في كثير هذه، احنا شعب عاطفي تمام، لكن انا احبذ ان تكون عنصريتنا لشعبنا، عنصريتنا او عنفواننا اللي بنطلعه حرص يكون على وطننا. احنا اليوم نطلع في جانب، نطلع في الدول المجاورة لينا، حروب، دمار، انقسامات، فنحمد الله على حاجة اسمها امن وامان ونحب بعضنا. أنا رسالتي يا أخوان أقسم بالله العظيم ما هي رسالة عنف، بالعكس رسالتي رسالة حب، رسالة احترام، رسالة إعادة أمجاد العرب. عندنا موروث ثقافي لا يقدر بثمن، كنوز. هذه أغنيتي الجديدة بعنوان حانة الغارة، مهداة للشعب الأردني ومهداة لسيدنا الملك عبد الله ابن الحسين، ومهداة للجيش الأردني اللي هو الدرع، لأنه جيش الأردن جيش العرب، فهم علي؟ وإحنا بندعو الله أن يعم الأمان والاستقرار والسلام، وأن يطول بعمر سيدنا ويعطيه الصحة. حانت الغارة، حانت الغارة، هبوا يا سباعة، حانت الغارة، ناس جبارة، ناس جبارة، جيش النشامة، ناس جبارة. حياكم الله، كل التحية والإجلال والإكبار للجيش الأردني ولسيدنا الملك عبد الله.